بدأ المركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة التشغيل التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية لبدء عهد جديد من البناء العمراني. وقدم المركز خلال اليوم الأول لعمله بعض الاشتراطات التي تسهل على المواطنين كيفية التقديم للحصول على رخصة بناء جديدة. فور الإعلان عن تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، بدأ المركز التكنولوجي بالجيزة أولى خطواته في التشغيل التجريبي لهذه المنظومة، وهو يأتي ضمن 27 مركزا ومدينة ستطبق فيهم المنظومة بدءا من الأول من مايو ولمدة شهرين، بإشراف ومتابعة من لجنة الفحص المختصة باستخراج رخص بناء جديدة للمواطنين. هي المنظومة طبعا ليها استعداد من فترة من الزمن، احنا يعني في تواصل مع وزارات مختلفة، وزارة المحلية، وزارة التخطيط، جامعة القاهرة، حي جنوب الجيزة الممثل عن محافظة الجيزة. الاستعداد دي كلها موجودة من زمان، واحنا بنرتب فعلا لبداية العمل بالقانون والاشتراطات البنية الجديدة. التشغيل التجريبي لهذه المنظومة بالمراكز التكنولوجية بدأ بعد فترة تدريب وتأهيل للكوادر المحلية والعاملين المشاركين في التنفيذ داخل الجهات المعنية، مما جعلهم يتمتعون بالخبرة الكافية لتسهيل وتقديم الخدمات للمواطنين فيما يتعلق بهذا الأمر. طبعا المركز بيتم التعامل مع المواطن عن طريق المركز بس، اي جهات تانية بيبقى في تواصل داخلي ما بيننا، لكن المواطن بيجيب الاوراق وبيقدمها هنا لمركز تكنولوجي وبتتسجل على السيستم وبيتم ارسالها للجامعه وبترجع لنا مره تانية في حاله الانتهاء بالنسبه لشرط الصلاحيه وبيتم تسليمها للمواطن. وفي نفس الوقت رخصه المباني بيجي برضو المهندس والمواطن بيجوا يقدموها وبيتم ارسال الاوراق للجامعه، وعند استصدار الرخصه بيرجع المواطن يستلم من المركز التكنولوجي، فتوفر عليه كتير وسهل عليه كتير. بهذا الانطلاق لمنظومه البناء الجديده تسجل الدوله انجازا جديدا وهاما في منظومه العمران والبناء لتقدم خدمه بناء تحقق سلامه وامن المواطنين والقضاء على فوضى البناء العشوائي. محمود جميل، التلفزيون المصري.